بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بدانا على النبي صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. السلام عليكم اعزائنا المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنخلي الايه اللفت، هو طالع من فتره كده بس انا يعني ايه لسه جايباه يعني، فقلنا نخلي معاكم ايه اللفت على طريقه ايمي. ماشي، هنا ديت جبنا 3 كيلو لفت كده ب10 جنيه، ورخيص يعني مش غالي وحلو اهو. زي ما انتوا شايفين غسلتهم نضفتهم من الطينه والحاجات وكده، ونحتهم في الميه لغايه ما نزلوا كل اللي فيهم. وجبت عليهم قرنبيطه كده هعملها معاهم ان شاء الله، نقطعهم كده بركه ربنا سبحانه وتعالى وبركه صلاه النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنخلي بقى اللفت كل سنة وانتو طيبين. هاتينا مسكت اللفت كده قطعته زي ما انتو شايفين، انا بحب اقطعه شرايح رفيعة كده، كل واحد حسب رغبته، اللي بيقطع كبير واللي يقطع كل واحد حسب ايه رغبته، وانتو حسب رغبتكم حسب انتو ما بتعملوا برضو. زي ما انتو شايفين قطعته كده وبركة ربنا سبحانه وتعالى. وتحت القرنبيطة زي ما انتوا شايفين نحطها عليها اهي، نحط الصلاه النبي نعمله كل بعض وهرش عليه ملح وهكتب ايه بالملح كده، اجيب 2 3 بالملح لما يفضل واحطيه بقى في البرطمان كده. ماشي، ربنا يصلح حالنا وحالكم وحال الجميع. ده الملح، نص كوباية ملح اهو، افضيه كده عليه زي ما انتوا شايفين اهو، هقلبه كده واسيبه لما يجي. من يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. كده اقلبه لما يقدر خالص، وبعدين اجيبه البندرية واعبيه بقى في البرطمان كده زي ما انتوا شايفين. انا كده البرطمان عندي اهو، وادي اللفت. بصوا اللي كان عامل ازاي، بصوا دبل ازاي، بصوا عمل ازاي كده خالص. اعبيه بقى البرطمان، لو عبيته من غير ما يتبخر بالملح مش البرطمان مش هيشيله، انا بسيبه لما يدبر خالص وبعدين اعبيه بقى. انتوا شايفين كده بركة ربنا سبحانه وتعالى. هنا عبيته، وديت كده البنجرية قطعتها زي ما انتوا شايفين كده. الله اكبر الله العظيم، كبرت كده ما زنتوا عظيم. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، وقفت عشان الاذان. هنا حطيت حبيته كله كده في البرطمان، وحطيت حبة شطة كده يعني انتوا شايفين كده، وحطيت ايه الملح يعني هو ملح ما كترتش عشان هو كنت نعاه بالملح. انا احط عليه بنجر كده من فوق زي ما انتوا شايفين كده. ربنا على صلاح الحال لينا وليكم. ما تنسوش يا جماعة اللي خش عندنا ينورنا باللايك والاشتراك، ومردود كله مردود، ولازم ندور على بعض ونحط اللايكات والاشتراكات لبعضينا، كلنا في مركب واحدة. ربنا يصلح حالنا وحالكم وحال الجميع، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقكم حيث لا يحتسب. فقل حسبي الله عليه توكلت ورب العرش العظيم. هنا سبته دبل شوية تاني برضو زي ما انتوا شايفين كده، وافض بقى عليه المية اهي زي ما انتوا شايفين كده بركة ربنا سبحانه وتعالى. هسيبه بقى ازوده بقى، اكمل بقى المية وهسيبه بقى ايه اما يستوي ان شاء الله. ما هخليه لما استوى هطلعه لكم، مش يعني مش هنزله غير لما يستوي. انا كل مرة بعمل حاجة بنزلها من غير ما تستوي تبقى جميلة برضو، بس لا المرة دي هسيبه بقى ما يستوي، طلع لكم بقى ايه اما يستوي ان شاء الله. هنا بصي يعني على تالت يوم اهو، ده تالت يوم ليه زي ما انتوا شايفين كده. بصوا على تالت يوم دوت، ده جميل جدا والله بجد يعني زي ما انتوا شايفين كده اهو. ربنا يصلح حالنا وحال الجميع، وما تنسوش يا جماعه اللايك ولا الاشتراك، ونشوفكم في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.